وانضم الينا من بغداد مراسل الغد محمد فاضل. محمد، قبل الخوض فيما يتعلق بالمشاورات لتشكيل الائتلاف الحكومي، بدنا نبدا بهذا الخبر العاجل الذي يظهر امامنا على الشاشه، حيث اعلنت مفوضيه الانتخابات العراقيه عن الغائها ل 103 محطات في 5 محافظات عراقيه، واعلنت كذلك انها مستمره في تلقي الطعون. المزيد من التفاصيل. نعم، بالفعل مفوضية الانتخابات ردت حتى اللحظة 103 من الطعون التي وردت إليها، لكنها ما تزال تستقبل الطعون ضمن المدة القانونية التي حددتها، وهي 3 أيام بعد إعلان النتائج النهائية، وبالتالي هناك كمية من الطعون ترد إلى مفوضية الانتخابات وهي تبحث هذه الطعون وتناقشها، وستصنف إلى طعون حمراء وخضراء وصفراء. الحمراء هي ما ستؤخذ بالحسبان، أما الصفراء فهي تتراوح بين مصداقية وعدم مصداقية، والخضراء ستهمل. هذا فيما يخص مفوضية الانتخابات. أما فيما يخص التحالفات والائتلافات والتحركات التي تجريها الكتل السياسية والكتل الفائزة في الانتخابات، فيعني هناك فعلا تحركات تجري على الساحة السياسية، لكن حتى اللحظة ليست هناك ملامح واضحة لتشكيل الكتلة الأكبر، رغم يعني تقارب أغلب الآراء والأفكار ما بين الكتل الأربعة الفائزة في الانتخابات، على اعتبار أن هذه الكتل متقاربة في النتائج، وبالتالي حتى اللحظة لم تحدد شكل أو يحدد شكل وملامح الكتلة الأكبر التي ستشكل الحكومة المقبلة. لكنهم ناقشوا موضوع من سيكون رئيس الوزراء، وليس الشخصية، هي شخصية رئيس الوزراء المقبلة، هل ستكون مستقلة، هل سيكون من ضمن هذه الائتلافات. طب محمد، إذن ما الذي دفع عمار الحكيم للإعلان عن قرب تشكيل ائتلاف رباعي؟ نعم مهند، يعني هذا التصريح لم يكن سوى يعني رؤى لبعض لعضو في المكتب السياسي لتيار الحكمة، الذي في أحد اللقاءات التلفزيونية صرح بأن الأيام المقبلة ستشهد إعلان الكتل أو الكتلة الأكبر. لكن قبل قليل كان لدينا لقاء مع المتحدث باسم تيار الحكمة، وأكد لنا بأن هذا التصريح هو مجرد رؤية سياسية، وأن المشاورات لا تزال حتى اللحظة موجودة ما بين الكتل السياسية، خصوصا وأن تيار الحكمة اليوم ربما يبدو أكثر تماسكا من بين الكتل الأخرى، على اعتبار أنه قائمة لوحده، أما الكتل الباقية فهي مجموعة تحالفات. وبالتالي قال لنا بأن هذا الإعلان هو مجرد رؤية سياسية. طيب، شخصية سريعا محمد، طرحت في لقاء تلفزيوني وليس شيء رسمي.